احتضن الكتب الجامعي بتاسوست فعاليات اليوم الدراسي حول قانون الانتخابات بين معالم الإصلاح ومعوقات التجديد، من تنظيم النادي العلمي رواد القانون بمشاركة مجموعة من الأساتذة وقامات القانون بالجامعة، وذلك بالتزامن والانتخابات المحلية التي ستشهدها البلاد شهر نوفمبر الجاري. الهدف منها هي أن نناقش مناقشة في الصميم، مش مناقشة الشارع، إنما مناقشة تهدف لصالح العام ولإطراء الفقه القانوني فيما يخص قانون الانتخابات. نحن دائما نحرص لمناقشة الجديد والمستجدات في الساحة القانونية وكذا السياسية وكل ما له نفع وإطراء للرصيد العلمي لدى الطالب الجامعي. يشرفني أن ألقي هذه المداخلة أمام طلبة الأعزاء، وهي مداخلة مهمة تهدف إلى توضيح مدى أهمية التعديلات الدستورية الأخيرة، وتهدف كذلك إلى توضيح أن هذه التعديلات الدستورية لها انعكاس مباشر على الحياة السياسية في الجزائر، ولا سيما حق الانتخاب وحق الترشح. بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نحاول اليوم في هذا اليوم الدراسي المنظم من قبل طلبة نادي رواد القانون كلية الحقوق العلوم السياسية أن نغطي الجانب المالي للحملة الانتخابية، محاولة الإحاطة بمختلف التدابير الجديدة التي جاء بها القانون الجديد من أجل محاربة المال الفاسد وضمان نزاهة العملية الانتخابية، لأن محور أي إصلاح يعول عليه في المستقبل هو تحييد المال الفاسد، الذي ثبت من خلال التجربة أنه وراء الكثير من الانحرافات في الممارسة الانتخابية والممارسة السياسية. اليوم الدراسي تطرق إلى العديد من الإشكاليات المتعلقة بقانون الانتخابات الجديد، خاصة بعد التحولات التي شهدتها الساحة السياسية في الجزائر والمعطيات التي من شأنها قلب الموازين في الحياة السياسية والاقتصادية. نتم من هذه المبادرة التي نظمت من طرف نادي رواد القانون لكلية الحقوق والعلوم السياسية، وادعوهم إلى القيام بمبادرات أخرى مماثلة التي تهدف إلى تعزيز روح المواطنة بين جميع مكونات أسرة جامعة الشهيد محمد صديق بن يحيى. حضور هذا اليوم الدراسي من أجل معرفة الثغرات التي وقع فيها هذا المشرع، أيضا معرفة إيجابيات هذا القانون العضوي والاطلاع على أهم التعديلات التي جاء بها. الهدف الرئيسي لتنظيم هذا اليوم الدراسي هو توعية طلبة القانون العام بصفة خاصة وطلبة الحقوق بصفة عامة. الأمر 2101 الذي هو وليد هذا العام والذي أتى كتصحيح لقوانين الانتخابات السابقة. إصلاحات جديدة يشهدها قانون الانتخابات الجديد ومعالم أخرى تلوح في الأفق، حيث عرف توسيع دائرة مشاركة الشباب والمرأة على حد سواء وضرورة بناء جزائر جديدة بوسائل وآليات حديثة، كما حدد نمطا جديدا في الانتخابات وهو نمط القائمة المفتوحة والتي جعلها خادمة للشباب، كما أعطى للناخب الحرية والحق في المفاضلة في القائمة الانتخابية. وإلى أن يصل موعد الانتخابات تبقى الأيام الدراسية متواصلة وتعمل على إيصال صورة أوضح للعملية الانتخابية.